راديو بلس بلس كن راديو. الكبير والرائع جدا هاني شاكر الذي نستضيفه في هذه الليلة مباشرة بعد انتهائه من أداء رائع لأغاني جميلة جمعت بين ما هو مغربي فهو يتغنى بجلالة الملك ويتغنى بالمغرب وبجمال المغرب وأيضا يتغنى بحب مصر وحب الوطن العربي كامل. هاني شاكر مساء الخير. أهلا مساء الخير يا فندم. إحساسك وأنت تؤدي أغنية محمد السادس وأغنية الماء والخضرة والوجه الحسن، شنا إحساس عالي من هاني شاكر؟ يا حبيبي أنا مبسوط إن الإحساس ده وصل والله بجد، لأنه يعني أنت لا يعني مش عارف لو دخلت قلبي هتعرفوا فعلا حبي لجلالة الملك قد إيه وحبي للشعب المغربي قد إيه، وإحنا مش بس أنا يعني كل الشعب المصري بيكن كل الحب والتقدير والاحترام للشعب المغربي الحبيب وجلالة الملك. فيعني حقيقي أنا بغنيها من قلبي وسعيد بأن أنا بغني الأغاني دي في بلدي مصر، يمكن أول مرة أغني الأغاني دي بالضبط في مصر، فسعيد جدا بده وبرحب بكل الوفد الفني والإعلامي والسياسي اللي موجود معانا النهاردة. معالي السفير المغربي أسعدنا بوجوده النهاردة، والسفير المصري في المغرب أسعدنا بوجوده، السيد وزير الثقافة حلمي النمنم شرفنا النهاردة جدا جدا، أستاذة إيناس بشكرها قوي قوي قوي، عبد الدايم أستاذة إيناس عبد الدايم على المجهود الرائع والليلة الجميلة اللي فعلا بتعبر عن مدى حب الشعب المصري والمغربي لبعض. الجميل في الأمر وأن الـ يعني دار الأوبرا كلها ردت مع كل أغاني، وده جميل، وأنا سعيد كمان المغرب الجمال بقى اللي ثغرته بالمغربي في الأغاني المغربي اللي في الأول دي، ما تصورش أسعدتني قد إيه بجد، يعني أنا حسيت كأني في المغرب بصراحة. شنو قصة الأغنية اللي أديتها لمحمد السادس؟ أديتها في أكادير في مهرجان تيميتال هذه عامين بالضبط، من ثلاث سنين تقريبا، واليوم تؤديها بدار الأوبرا في مصر لأول مرة. بالضبط أول مرة غنيها في مصر، والحقيقة أنا كان بقالي فترة طويلة ما روحتش المغرب، ففكرت أنا ومصطفى مرسي ووليد سعد إن إحنا نقدم هدية لجلالة الملك وللشعب المغربي، فعملنا غنوة نعم الملوك، وما تصورش طبعا حققت نجاح كبير قد إيه في المغرب، وكان لها صدى كبير وخاصة كمان عند جلالة الملك. كيف يمكن تقريب وجهات النظر ونعلم بأن المغاربة مطلعون بشكل كبير جدا ومعجبون ومغرمون بالفن المصري، كيف يمكن أن يكون هذا الحب متبادل؟ يعني أن يكتشف المواطن المصري الفن المغربي والثقافة المغربية المتنوعة بطبيعة الحال. والله أنا بتمنى حقيقي، يعني إحنا فعلا في مصر يمكن ما إحناش ملمين قوي بأوجه الفنون المغربية بالمطربين المغاربة اللي ظهروا على الساحة في الفترة الأخيرة، ده تقصير أكيد، لكن إحنا طبعا كلنا عايشين حالة من عدم الاستقرار زي ما أنت شايف في الوطن العربي، فأكيد حتى الحفلات في مصر كمان قلت كتير الخمس سنين اللي فاتوا دول أو الست سنين اللي فاتوا. أنا بتمنى من كل قلبي إن الفترة اللي جاية تشهد طفرة في الحفلات الفنية، سواء من المصريين يروحوا المغرب أو المغاربة الفنانين المغاربة الجمال اللي في قلوبنا كلنا ينسعد بيهم هنا على أرض مصر الحبيبة. إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون في تواصل أكتر بإذن إن شاء الله. لو أطلع لك شي كلمة للجمهور المغربي اللي كيشاهدك وكيسمعك الآن على راديو بلس. بقول أنا سعيد جدا بيكو وسعيد بالمغرب وبشعب المغرب وبجلالة الملك حبيبي وحبيب الكل، ربنا يحفظه ويحميه رب للشعب المغربي وللشعب العربي والمصر. سعيد بأنه هذه الاحتفالية تمت على أرض مصر الحبيبة اللي بتحتضن كل الإخوة العرب، أنتوا في بلدكم التاني مصر، ويعني يا رب دايما يكون في حفلات وفي مناسبات فنية تجمع بين الشعب المغربي والشعب المصري إن شاء الله. إن شاء الله. حاجة طريفة وقعت في الحفل، يعني كلما توقف الأوركسترا عن العزف كلما سمعنا كلمة بنحبك يا هاني. وأنا بحبك يا هاني. وأنا كمان والله. وبحب المغرب كله والله. الله يخليك، شكرا جزيلا. إذا كان هذا لقاء جميل مع هاني شاكر، نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى دائما في إطار تغطية زيارة الوفد المغربي للقاهرة بدعوة مصرية. دامت الأفراح والمسرات لمصر وللمغرب. شكرا للفنان الكبير هاني شاكر، شكرا جزيلا. راديو بلس بلس كن راديو.